طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم، الله يعطيكم ألف عافية، وشاكرين لكم حضوركم في محاضرتنا ووركشوب سبلاي تشين أتاك المتعلقة بالاختراق اللي حصل لسولار ويند. في البداية أحب أعرف بنفسي، معكم أخوكم بدر الزهراني، سايبر سيكيورتي جنرال مانجر في أحد أكبر شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. عملت سابقا في قطاع الجفرمنت والسيمي جفرمنت، وحاليا اعمل في القطاع الخاص. خبرتي تتمحور حول سكيورتي اوبريشن سنتر، الريد تيم، ثريت انتليجنس، انسيدنت ريسبونس، اند الديجيتال فورنسكس. حاصل الحمد لله على عدد من الشهادات من معهد سانس انستتيوشن، جميعها تتعلق بالثريت انتليجنس والادفانس اتاكر تكنيكس، اضافه الى الديتكشن والانسيدنت ريسبونس والبروتكشن. اترككم مع اخوي ابراهيم الشمراني يعرف بنفسه. إبراهيم الشمراني، حاليا الهواوي تشيف سيكيورتي اوفيسر، شغال في السايبر سيكيورتي تقريبا ما يقارب 15 سنة ما بين قطاع الدفاع الديفنس والجفرمنت وبعدين التليكومنيكيشن. اشتغلت سابقا طبعا في على مستوى وطني، كنت مدير العمليات في ناشونال سايبر سيكيورتي سنتر اللي اصبح جزء من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني حاليا. يعني بعض السيرتيفيكت والاشياء اللي موجوده في السايبر سكيورتي. طيب، فيما يتعلق بنقاشنا اليوم ان شاء الله راح نتطرق الى عده محاور. في الاول راح نتطرق الى بعض الخلفيه عن الحادثه اللي صارت، ثم راح نتابع تسلسل الاحداث للحادثه، ليس فقط من جانب تقني انما حتى من تفاعلاتها وتداعياتها على مستوى الحكومة الأمريكية وعلى مستوى الأطراف المعنية بها. بعد كذا راح ندخل بتفصيل أكثر في قضية التفاصيل التقنية للحادثة، ثم طبعا بعد ما ننتهي من هذا راح نذكر بعض التوصيات فيما يتعلق بالحادثة هذه والحوادث المماثلة على مستوى السبلاي تشين أو سلسلة الإمدادات، ثم راح نتطرق إلى يعني إيضاح بعض التداعيات للحادثة على مستوى الأطراف المعنية، بالإضافة إلى قضية بعض التوصيات فيما يتعلق بالحوادث سلسلة الإمدادات. الحادثة هذه ما هي الأولى، لكن قد تكون من فترة ما شفناها، فمداها وتأثر الجهات بها كان كبير جدا. في الأخير راح يكون إن شاء الله في فترة للأسئلة والأجوبة. اللي حاب أذكر في الموضوع هذا أنه رجاء اكتبوها اثناء الحديث في الشات على في زوم، حتى البث المباشر اللي موجود في اكثر من جهه ممكن انه الاسئله راح نتلقاها فقط عن طريق الزوم، وفي النهايه ان شاء الله راح نعرج عليها قبل نهايه الجلسه. فيما ما يتعلق زي ما ذكرنا بالخلفيه حقت الحادثه هذه، هناك اطراف رئيسيه في الحادثه. الطرف الابرز واول من بدا كره الثلج كانت شركة فاير آي. شركة فاير آي هي شركة أمريكية مختصة في الأمن الإلكتروني، طبعا معروفة للناس اللي عملوا في مجال الأمن الإلكتروني على مستوى السعودية. هنا الشركة ليست غريبة عليهم، لها تواجد نقول كبير حتى على مستوى السعودية والمنطقة. تنقسم طبيعة الأشياء اللي تقدمها ما بين خدمات فيما نسميه بالبروفيشنال سيرفيسز وما بين منتجات. الخدمات طبعا هي تعمل قضيه التحقيقات على الحوادث الالكتروني، الفورنسيك اناليسيس، تتكلم على تصدي الحوادث، اذا صار عندك حادث ممكن تستدعيهم، ممكن يكون لك عقد كعيار ريتينر معهم، ويقدمون برضو خدمات التقييم الامني والريد تيم. ايضا لديهم منتجات خاصه في قضيه مراقبه الايميل والنتورك او الانترنت، وكذلك في قضيه الهوست بيز وغيرها، لكن شركة لها ثقلها في مجال الأمن الإلكتروني. الطرف الثاني هو شركة سولار ويند، وهي معروفة عند المختصين في مجال الشبكة لأنه هذا هو نشاطها الرئيسي. طبعا هي شركة أمريكية أيضا. الشركة هذه العملاءها يعني ما بين جهات حكومية وما بين قطاع خاص عددهم كبير جدا، كما أفصحت هي عندها أكثر من 300 ألف عميل حول العالم.
المنتجات حقتها كما ذكرنا تراوح حول مراقبة الشبكة ومراقبة الأنظمة. طبعا أيضا عندهم منتجات خاصة بمراقبة قواعد البيانات والداتابيز. معلومة كانت جديدة لي أنا بالنسبة لي شخصيا، أنه عندهم سكيورتي برودكت. حتى بالذكر الزملاء اللي يشتغلون ترى عندهم سيم سوليوشن. الشركة هذه كان عندها برودكت راح نتطرق له كثير، اللي هو سولار ويند اوراين بلاتفورم. البرودكت هذا كأنه بلاتفورم يطلب، يعني يربط مجموعة منتجات خاصة بالشركة. فزي ما انتم شايفين حول الصورة هنا، فممكن يكون عندك نتورك بيرفورمانس، ممكن يكون عندك نت فلو ترافيك انالايزر، ممكن يكون عندك اي بي ادرس مانجمنت، يوزر ديفايس تراكنج، كل هذه تربط على منصة واحدة، وهذا اللي يخليها جاذبة للناس كثير. فزي ما ذكرنا هذا، يعني البرودكت هذا مسؤول عن 45%، ما يقارب نصف الريفينيو ستريم تبع الشركة. طيب بالنسبة للتايم لاين حق الحادثة، خلونا نبدأ من أول يوم في الحادثة، اللي هو لما أعلنت فاير آي أنه عثرت على أدلة أنه تم اختراق الشبكة الخاصة فيها، وأنه المهاجم كان يستهدف أو قام بسرقة الريد تيم تولز بالشركة. فكانت الشركة زي ما ذكرنا تقديم خدمات أمنية، وبالتالي عندها أدوات خاصة تستخدمها في اختبار الشبكات للعملاء. عثرت على أدلة أنه التولز هذه سرقت، هذا كان في تاريخ 8. بعد الحادثة هذه أو بعد الإعلان بيومين، وكجزء من تحقيقاتهم، أعلنت شركة فاير آي برضو أنها عثرت على أنه أو اكتشفت أنه سولار ويند، الشركة الثانية اللي ذكرناها، كانت جزء من الأتاك، وأنه كان فيه ملف في أحدى تحديثات سولار ويند في البلاتفورم حق الأوراين، كان يعني ترونجايز وكان ملغوم، يعني مثبت فيه باك دور. اليوم اللي بعده مباشرة عقد اجتماع في البيت الأبيض على مستوى الـ National Security Council، أعلى جهة في قضية الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية. ولاحظوا معي أنه لسه إلى الآن إحنا ما بانت الأطراف المعنية بالحادثة، لكن اجتماع على مستوى البيت الأبيض يدلك على أنه متوقعين أنه الأثر حقه كبير جدا والجهات المضرة كبيرة. في تاريخ 13 ديسمبر كان عندنا يعني حادثتين، واحنا لاحظنا نتكلم بعد يومين تقريبا من اكتشاف انه سولار ويند كانت متاثره بالحادثه. الامر الاول، السيزا طبعا طلعت امرجنسي دايركتيف، امر طارئ لكل الجهات الحكوميه بالتحقق من شبكات الداخليه. سيزا طبعا هي السايبر سيكيورتي اند انفراستراكشر سيكيورتي ايجنسي، هي مسؤوله عن حمايه البنيه التحتيه، وهي ترجع الى الدي اتش اس او ديبارتمنت اوف هوم لاند سكيورتي، مسؤول عن الامن الوطني. فاجبرت، ليس خيار، لكل الجهات الامريكيه الحكوميه انه التاكد من شبكاتها. ايضا كان في المقابل اول افصاح من سولار ويند فيما يتعلق بالحادثه، وعن طريقه طبعا بدات تشوف قضيه البرودكت المتاثره، واستطعت ان تعرف انه وش النسخ اللي كانت متاثره بالمالوير. في تاريخ 14 كان الإفصاح الأول زي ما ذكرنا، في تاريخ 13 كان موجه لعملاء الشركة. الإفصاح هذا كان رسمي موجه إلى Security and Exchange Commission اللي تماثل هيئة سوق المال السعودي. سولار ويند هي شركة مطروحة في سوق الأسهم، وبالتالي مجبرة بالإفصاح عن أي حادث يؤثر على الشركة. فأفصحت زي ما ذكرنا للجهة المماثلة لهيئة سوق المال، وذكرت فيها بيانات يعني لعل ابرزها زي ما ذكرنا انه الشركه لديها 300,000 عميل، 10% منهم اللي هم 30,000 عميل هم اللي يمتلكون هذا البلاتفورم او هذا المنتج، 18,000 هم اللي قاموا بتحميل النسخه اللي كان فيها الاصابه. كان لهم برضو ذكر غريب، ما افصح يعني ما اعطوا كثير تفاصيل عنه، عن قالوا ان احنا نستخدم الاوفيس 365. وطريقة الإفصاح ما أعطت كثير، لكنه المحللين المختصين يعتقدون أنه تم استخدامه في أحد مراحل الهجمة. في تاريخ 15 دخل جهة جديدة على خط التحقيقات، زي ما ذكرنا في البداية كانت الشركة، ثم وصلت إلى الحكومة التنفيذية أو الحكومة الأمريكية، دخلت على الخط.
في تاريخ 15 دخلت الجهة التشريعية، الكونغرس يطلب رسميا من الاف بي اي والسيزا اللي سبق ان اوضحنا دورها بالتحقيق رسميا وابلاغ الكونغرس بعدة نقاط. هم تقريبا تكلموا اظن عن 6 نقاط في الطلب اللي طلبوه. ذكروا الامر الاول احصاء الجهات الحكومية اللي متأثرة، ما هي البيانات اللي تم سرقتها؟ هل الجهات المتأثرة كانت إصابتها نتيجة عدم التزامها بالأنظمة الحكومية في أمن المعلومات أو ما يطلق عليه الفيبس في الولايات المتحدة الأمريكية؟ كذلك سألوا عن ماذا سيقدم الـ FBI والسيزا للشركات المتأثرة أيضا، وما نوع البيانات التي يمكن مشاركتها من يعني الحكومة الأمريكية للشركات لمساعدتها على التعافي والتعاون مع الحادثة هذه. ويمكن يعني يدل هذا على قضية أنه جالس يأخذ على مستوى كبير على المتحدة الأمريكية. حادثة أيضا جديرة بالذكر في تاريخ 16 ديسمبر، زي ما ذكرنا الشركة مطروحة في سوق الأسهم، وأحد كبار الملاك اللي يطلق عليه البرايفت إيكوتي. الحادثة يمكن أو فاير آي، أول إفصاح كان في تاريخ 8. في تاريخ 9 الشركتين هذه اللي مالكة جزء كبير من الأسهم اللي هي توماس برافو وسيلفر ليك بارتنرز باعوا جزء من أسهمهم على صندوق تقاعدي في كندا. كان تدور يعني لما بدأت التداعيات من تاريخ 11 وأن الشركة كانت مصابة، ثارت شكوك حول بيع حصة بما يقارب $350 فقط قبل أيام من إعلان إصابة الشركة بالهجمة، ويعني ونزول سعره بعد ذلك. فكانت تدور عليهم شبهة. أول إفصاح قالت الشركة طبعاً أنه البيع يعني ما له علاقة بالهجمة، وإن كان محل تحقيقات لحد الآن. لكن يمكن ليش ذكرنا هذا في المعرض هذا؟ ملاك الشركات عليهم أن يهتموا بأمن المعلومات، لأن قيمة ما يملكون ممكن أن تتأثر بإصابة لها علاقة بأمن المعلومات. في تاريخ 17 نشرت بيانات أكثر على قضية الجهات المصابة، وطلعت جهات جدا حساسة سواء كانت في الحكومة أو في القطاع الخاص. جهة مثل جهة الطاقة، وكالة الطاقة النووية أو الذرية الأمريكية المسؤولة عن الأسلحة النووية الأمريكية تم اختراقها، ديبارتمنت اوف هوم لاند سيكيورتي زي ما ذكرنا، وزاره الامن القومي المسؤوله عن يو اس سيرت ومسؤوله عن السيزا تم اختراقها، وهي تماثل وزاره الداخليه بالسعوديه. كذلك وزاره المواصلات المسؤوله عن الطيران والافيشن والتنقلات والقطارات ايضا تم اختراقها، وزاره التجاره تم اختراقها، العديد من الجهات الامريكيه. لما ننظر للقطاع الخاص ايضا كان في افصاح من عده جهات، بعضهم اوصلها الى اكثر من 60 جهه اخترقت زي ما ذكر في بعض الصحف. الجهات اللي تولت الافصاح نفسها وقالت ان لديها اصابه وان كانت محدوده هي جهات مثل مايكروسوفت، سيسكو، فيم وير. بدورها برضو مايكروسوفت قامت بتحقيق كبير في الموضوع هذا، واخبرت او نوتيفاي 40 من عملائها باصابتهم. يعني هذه ابرز الاحداث وتبعها اشياء كثيره، لكن من الاحداث اللي طلعت لحد الان قدرنا نصل الى معلومه معينه، انه اول ظهور للابديت اللي كان انفكتد كان تقريبا في مارش 2020. يعني كان الاتاكر تقريبا الدول تايم لحد ما ديسكفر من المارش 2020 لحد ما اعلن في 8 ديسمبر. هذا قاد الى سؤال برضو، اذا كانت مارش استطاع انه يعني يزرع الملف ويسوي له ديجيتال سيجنتشر بحيث انه ما يكون ظاهر، متى طيب هو دخل شبكة سولار ويند؟ يعني بعض التحليلات تقول أنه على الأقل، أو كما أفصحت الشركة، أنه من أكتوبر 2019 أنه بدأت آثار يعني شاهدوا تغيير في الأكواد، لكنه بعض التحليلات تشير أن الموضوع أقدم من هذا وممكن يرجع إلى 2018. وبالتالي لو قلنا فقط أنه من أكتوبر 2019، فأنه الأتاكر من أكتوبر 2019 لحد مارش استطاع أنه يفهم عمل الشركة ويصل إلى أجزاء مهمة منها، وبالتالي استطاع أنه يحكم يعني حجمته في المجال هذا. لو حاولنا ناخذ تكنيكال اتاك اوفر فيو ونبسط الاتاك اللي صار بشكل عام بطريقه مبسطه فيجوالايز، خلونا نفترض ان قدامنا الشكل اللي تشوفونه قدامكم انه هو عباره عن سولار ويند نتورك.
شرر ويد نتورك طبيعه الحال بحكم انها شركه عندها سوفت وير برودكتس راح يكون عندها سوفت وير ريبوزيتوري. السوفت وير ريبوزيتوري هو عباره عن مكان يتم تخزين فيه جميع الريليزز والاصدارات من السوفت وير المنتجه من الشركه بحيث انه يقدرون يوصلون لها العملاء ويقدر يسوي لها داونلود عن طريق السبورت او البورتال المعين لذلك. طبعا الاتاكر في هذه الحاله الى الان ما فيه يعني كلير كات انسر هل هو كان اكسترنال اتاكر او انترنال اتاكر which is considered يعني نوع من الانسايدر ثريتس. قدر يوصل داخل الشبكه وقدر بنتريت واكسس السوفت وير ريبوزيتوري. السوفت وير ريبوزيتوري قدر الاتاكر لما قدر ياخذ ويوصل للاكسس عليه عمل انجكشن للماليشس كود. الماليشس كود خلى السوفت وير ريبوزيتوري بالفيرجن والريليز اللي صار في تاريخ مارس او في تاريخ 6 شهر 6 في جون 2020 خلاه يكون ماليشس. طبعا الكاستمرز طبيعي انهم اللي عندهم البرودكتس هذه وبالتحديد احنا نتكلم على حدود 18000 كاستمر they downloaded الانفكتد فيرجن ويبغى يسوي داونلود وانستوليشن للابديت بس للاسف اللي صار انه صار انستوليشن لانفكتد فيرجن ما هي بالسكيور فيرجن. طبعا السكيور في هذه الحاله ما فيه للريليز اللي ذكر. طبعا كان في كلام كثير على سولار ويند وفي اكثر من مالوير ذكر فيها وخلق كونفيوجن. حاولنا نبسط ونشرح انه في نوعين من المالوير مربوطه بسولار ويند برودكتس. النوع الاول اللي هو سنبرست. سنبرست هو عبارة عن ديجيتالي سايند باكدور معمول له انجكشن في الليجيتيميت سوفت وير ابديت من سولار ويند وهذا هذا الاسم حقه. السوبر نوفا هذا مالوير اخر اكتشف محض الصدفة اثناء عملية الانفستيجيشن من الشركات والجهات المخترقة انه لقوا فيه سوفت وير ثاني بس ما هو ليجيتيميت اضافة انه ما هو سايند ويعمل نوع المالوير يعتبر من انواع الويبشل. الويبشل هذا فقط يشتغل ويعمل مع سولار ويند اوراين بلاتفورم ما يشتغل مع اي برودكت ثاني او اي نظام اخر. طبعا يعطي الاتاكر اكسسبيليتي ويقدر ينفذ الكوماندز اللي يبغى ينفذها بطريقه ليجيتيميت وان اوثرايزد. الى الان ما في سترونج ايفيدنس تربط المالوير الثاني بالمالوير الاول انها developed أو produced من الأتاكر نفسه ولا في evidence أيضاً أنه سوبر نوفا استخدم في محاولات التهك. علشان كذا راح يكون محور نقاشنا إن شاء الله والسلايدات القادمة بالتحديد راح تركز على سنبرست. سنبرست attack life cycle لو بدينا طبعاً بدأ بمرحلة الدليفري للسبلاي تشين attack وفي مرحلة السبلاي تشين attack احنا نتكلم على 18000 يوزر سووا داونلود most probably أنهم سووا installation له. عدد كبير جداً 18000 يوزر أو organization 18000 organization infected من مالوير واحد. طبعاً الأتاكر أصلاً في الكامبين هذا كامل he was interested يعني على جهات معينة في قطاع معين أو دولة معينة وفي وأعتقد أنها الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الأبحاث والنتائج اللي ظهرت. لما يوصل لما لو نأخذ مثال الشخص أو الشركات اللي سووا download وinstall للsoftware اللي راح يصير ان السوفت وير طبعا مطبق فيه ايفيجن تكنيكس كثيره جدا بحيث انه ما يتم اكتشافه بسهوله اضافه الى انه اول ما يشتغل راح يجمع معلومات بسيطه عن الانفايرمنت اللي يشتغل فيها وفي هذه الحاله راح يجمع الاكتيف دايركتوري لوكال دومين نيم النيم اللي موجود عندنا في الاكتيف دايركتوري في انفايرمنت اكس واي وزد راح يرسلوا للأتاكر في شكل encoded باستخدام طريقة اللي تسمى DGA Domain Generation Algorithm بحيث إنه يكون encoded ولا هو واضح عند أحد ويرسل للأتاكر. الأتاكر من هنا راح يقرر هل هو مهتم إنه يكمل في الأتاك وديبلوي السكند ستيج مالوير أو إنه ما أو إنه يبغى يوقف. طبعًا في حالة إن السوفت وير فعلًا قدر يسوي communication عن طريق DNS والمالوشس كود اشتغل. لو وصل الاتاكر لو قرر انه يرسل السكند مالوير اللي هو اطلق عليه اسم تير دروب. تير دروب هو عباره عن مالوير موجود فيه تول معروفه جدا اللي هي اسمها كوبل سترايك. كوبل سترايك هي عباره عن اداه يستخدمونها الريد تيم واضافه الى الادفانس بيرسيستنت ثريتس يستخدمونها في الاوبريشنز حقتهم.
اللي ميزة تول هذه إنها تعطي صلاحيات وطرق كبيرة جدا وسهلة جدا، تسهل عمل الأتاكر لما يخترق أي جهة، بحيث إنه ينفذ الأوبجيكتيف، يوصل للأوبجيكتيف حقه بشكل بسيط وسريع. بعدها الأتاكر انتقل لمرحلة اللاترال موفمنت. اللاترال موفمنت بكل بساطة الأتاكر لما يوصل إلى سولار ويند سيرفر وقدر يخترقه، أكيد المعلومات اللي هو يبغاها ما هي موجودة في سولار ويند سيرفر، راح يضطر انه يروح لاجهزه ثانيه وانظمه ثانيه او يوزرات او ورك ستيشن ولابتوبات يوزرز معينين ومستهدفين. قدر الاتاكر يستخدم البريفليج اللي موجود عنده في شرر ويند. شرر ويند طبعا يستخدم بريفليج عالي اللي هو ادمنستريتف بريفليج يشتغل فيه، اضافه الى انه بحكم انه مونيتورنج تول، النيتشر حقه سيستم زي كذا انه يتصل بانظمه كثيره في الشركه بحيث انه يصير عليها مراقبه من ناحيه الاوبريشن. قدر يستغل الشيء هذا ويسوي سامل اوثنتيكيشن توكن فورجنينج. بكل بساطه سامل لو نقدر نبسطه هو زي سنجل ساين اون، اذا عندك انت قدرت تسوي فورجنج للكريدنشال والتوكن الكريدنشال اللي عندك تقدر توصل لانظمه كثيره ويوزرز كثير. طبعا كل الريسيرش كانت تتكلم على نقطه انه في الاتاك هذا بالتحديد ان الاتاكر استخدم سبلاي تشين، اخترق فيندر ومن الفيندر قدر يوصل للاون بريم انفايرمنت، من الاون بريم انفايرمنت قدر يوصل للكلاود ريسورسز. كلاود ريسورسز كان في كلام كثير عنها، الاوفيس 365 وايضا على في ام وير ايدنتي اكسس مانجمنت وسولوشنز اخرى. في النهاية قام بعملية الاكسورتريشن. حاليا ما في اي دليل او كلام قطعي كيف كان الاكسورتريشن تم، لكن بالتاكيد موست بروبلي اتاك جلس في الانفايرمنت اكثر من 6 شهور، اكيد انه تحقق عند الكاستمرز. عملنا لساند بيرست مابينج لمايتر اتاك. مايتر اتاك بكل بساطه هي عباره عن جلوبال كومبريهنسيف فريم ورك تشرح الفيزز والتاكتكس اللي يمر عليها الاتاك كامل في اي مرحله كانت، سواء في الاختراق هذا او غيره. قدرنا نسوي مابينج عن طريق الرجوع للريسورسز مايكروسوفت وريلايا كويست. لو نلاحظ في الديفنسيف ايفيجن كان في تكنيكس كثيره مستخدمها الاتاكر. طبعا يعني الموضوع واضح عندنا بشكل كبير ان قديش الاتاكر يبغى يسوي ايفيجن ويبغى ينجح في الاتاك هذا، عشان كذا استخدم تكنيكس كثيره تصعب عمليه اكتشافه وتخليه يشتغل في الانفايرمنت از ستيلثي از بوسيبل، إضافة إلى الدايفرسيتي والأنواع الكثيرة اللي استخدمها في الكوماند كنترول فيز تصعب عملية اكتشافه. طبعا احنا عارفين انه الشركات الأمنية مشكورة، جميع الشركات احنا نتكلم فاير اي بالو التو وغيرها تكلموا بشكل اكستنسيف كبير جدا على الاختراق وعلى الانديكيتر اوف كومبرومايز وعلى الريكومنديشن، كيف يقدروا كيف نقدر كل كلاينت يستخدم البرودكتس بشكل فعال ويوقف الاتاك هذا او يقدر يتاكد هو المخترق ولا لا. لكن العامل المشترك بين اللي ذكروه الشركات انه ذكروا الموضوع كامل من ناحيه رياكتفنس، انت تبغى تعرف انت مخترق ولا لا خلونا نرجع رياكتف ونجرب ونسوي الاشياء الفلانيه بناء على الانديكيتور اوف كومبرومايز والتكنيكس. حاولنا من هذا المنطلق انه نجيبها من برسبكتيف اخر، انه بدل ما انا انتظر واتاكد ان انا مخترق ولا لا خلونا ننظر للسبلاي تشين اتاك، ايش الريكومنديشن اللي لو سووها الناس بشكل عام راح تساعدهم في البروتكشن وريز السكيورتي ماتشورتي والبوستشر للشركه والجهه. سوينا لها مابينج مع نست فريم ورك الفايف مين دومينز. في المرحله الاولى الايدنتيفيكيشن يهمنا معرفه الاسيتس الكريتيكال اسيت والسوفت وير انفنتوري. لما نقول كريتيكال اسيت سوفت وير انفنتوري جهات كثيره خلينا نفترض ان عندهم سولار ويند. السولار ويند معروف انه يعتبر من ضمن الاسيتس والسوفت وير اللي تعتبر كريتيكال ومهم من معرفتها. طيب عارفين ان عندنا سولار ويند بس هل نعرف ايش البرودكت اللي موجود عندنا؟ يعني سولار ويند عندهم برودكتس كثيره جدا بس في برودكتس معينه اللي كان لها انفكشن. مهم معرفه الفندر، مهم معرفه البرودكت، ومهم معرفة الانترنال انفورميشن زي الاي بي ادرس للسيستم اللي موجود عندنا في الانفايرمنت والهوست نيم تبعه. الشيء هذا راح يساعدنا ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي البروتكشن. البروتكشن نرجع للبيزكس السايبر سكيورتي. الشيء اللي ما نحتاجه المفروض ان ما نسمح فيه. علشان كذا انترنت اكسسبيلتي
لتقنيه زي سولار ويند المفروض انها تحتاج اكسسبيلتي فقط الى سولار ويند دومين، ما تحتاج تتصل الانترنت يعني كامل، او اذا احتاج حتى السولار ويند ممكن ما ممكن نقدر نقلل الاحتماليه ونمنع وصوله للانترنت بشكل مباشر، ونقدر نحمل الداونلود والريليزز اوف لاين ونسوي لها امبلمنتيشن. فتطبيق الانترنت اكسسبيلتي نسمح له فقط بيزد على البزنس نيد، هذا جدا مهم ويساعدنا في تقليل تريز التشانسز انه تو بريفنت سات اتاك. نجي عند النصيب الاكبر وغالبا هو يكون في الديتكشن سايد، لانه البروتكشن اول ويل اولويز فيل، لكن الديتكشن فيه فيزز كثيره جدا، في تكنيك كثيره جدا راح تساعدنا نكتشف باكثر من طريقه. معظم الجهات they adopt و they implement تكنيك يسمونه بلاك ليستنج ديتكشن رولز، بمعنى احنا عندنا خلونا نفترض عندنا xyz.com، احنا عارفين ان الدومين هذا مالسس، يجوا التيم يسووا في السم سولوشن، لو افترضنا يسوي رول اذا في كونكشن عندي على xyz عطني عليها اليرت. لا، احنا بناخذها من برسبكتيف ثاني، وهذا الادفانس برسبكتيف والافضل في كل الحوار اللي هو الوايت ليستنج. وايت ليستنج خلاص انا عارف ان في عندي سولار ويند على سبيل المثال راح يتصل موقع سولار ويند، طيب انا ابغى اليرت لاي انترنت او دي ان اس ريكويست وكونكشن لاي شيء ما عدا سولار ويند. في هذه الحاله راح نكتشف جميع انواع الاتمش في الانترنت كونكشن ولا الدي ان اس، وانا متاكد جدا لو الشيء هذا كان مطبق عند الجهات انه راح يتم اكتشاف اختراق سولار ويند بشكل ابكر، وبرضه ممكن قبل فاير اي بكل تاكيد. النقطه الثانيه اللي نقدر نسويها من ناحيه الديتكشن اللي هو وي كابيتالايز وفوكس على موضوع الانومالي ديتكشن. احنا لاحظنا فيه في الاتاك انه كان يستخدم هاي انتروبي دومينز. الهاي انتروبي بكل بساطه هي عباره عن حروف كثيره، اسماء طويله وراندوم ما هي مرتبه. اكتشاف شيء زي كذا ممكن يتم عن طريقتين. الطريقه الاولى either we have a commercial grade solution، solution مخصص يكتشف اشياء زي كذا، او انه نشتغل best effort عن طريق adopting يعني بعض السكريبتس تقدر تسوي اشياء يعني with specific limitation. والنوع الاخر في الانومالي اللي مهم اكتشاف البيكنينج اكتيفيتي، هذه محاوله المالوير يتصل بالكوماند كنترول والانفراستراكشر تبع الاتاكر. النقطه الاخيره اللي هو threat hunting. Threat hunting exercise يعتبر somehow مرحلة متقدمة على الجهات، لكن لو نظرنا لها من منظور مختلف، الآن لو كل تيم قدر يسوي threat hunting exercise بين كل فترة وفترة، بمعنى أنه let's assume أنه عندنا X, Y, Z، الشيء هذا راح يفيدهم من نواحي كثيرة أكثر من أنه detecting threat حتى لو ما كان عندهم الكابابيلتي. راح يساعدهم بالنقطة الأولى أنه يفهم الانفايرمنت اللي يشتغل فيها بشكل أكبر. النقطة الثانية انه يسوي دوكيومنتيشن للشيء اللي فهمه وعرفه، بحيث ان الشيء هذا يصير له شيرنج مع التيم ممبرز اللي عنده، اضافه ان يكون مرجع لهم لو يبغوا يسوي ثريت هانتنج اكسرسايز اخر. النقطه الثالثه يتم مشاركه المعلومات هذه مع التيم اللي مختص ببناء اليوز كيسز والثريت ديتكشن، بحيث انه يقدر يستفيد منها ويبني ديتكشن رولز تخدم الاورجنايزيشن. في مرحلة الريسبونس مهم جدا الجهات ككل ان يكون عندهم سوليد كرايسيس ريسبونس بلان. لما نتكلم على كرايسيس ريسبونس بلان غالبا التركيز عند الجهات يكون مركزين على التكنيكال بارت، ايش نسوي اذا صار انسيدنت. الاشكال في الموضوع انه الانسيدنت من انسيدنت انسيدنت ثانيه تختلف، فمهم انه نركز على الجانب الاخر وهو التحدي الاكبر، مرحلة الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن احنا نتكلم مع الستيك هولدر زي الكوربريت كوميونيكيشن، زي البزنس تيم، زي الاي تي، زي النتورك، زي السكيورتي. معرفه الرولز والريسبونسبيلتي وتحديد الصلاحيات وطريقه الكلاسيفيكيشن وتبسيط الامور ومتى الواحد يقدر يسوي نوتيفيكيشن انترنالي او نوتيفيكيشن اكسترنالي جدا مهمه، ومهم تنفيذها وتطبيقها وعمل سايبر سكيورتي دريلز بشكل مستمر. النقطة الأخيرة ريكفري، طبعا تعتمد الريكفري على نوع الانسيدنت، وكل انسيدنت لها تداعيات ولها ريكفري مختلف عن الآخر. نفس الكنترولز هذه عملنا لها مابينج على NCA Essential Cyber Security Controls، طبعا جميعها تندرج تحت الكنترول اللي هو رقم 2 أو الدومين رقم 2 اللي هو Cyber Security Defense،
باختلاف السب دومينز، لكن ريكومنديشن تعتبر نفسها. طيب الحادثة هذه زي ما ذكر بدر، يمكن انها فيري هارد لما تتكلم عن قضية البريفنشن، خاصة على مستوى يعني ادفانس مثل ما صار في اختراق سولار وود. لكن موضوع الديتكشن زي برضو ما ذكر في السلايد السابق واللي قبله جدا مهم. وبرضو يمكن كان عندنا يعني شاهدنا بالحادثة هذه زي ما ذكرنا بتوين الشركتين اللي هي فاير اي وسولار ويند، كلها شركتين مدرجة في سوق المال وسوق الأسهم يعني بأمريكا، ساهم في قضية الإفصاح كثير عن القيمة السوقية للشركات وما يعتقده يعني السوق والمستثمرين عن تصرف الشركة. وهذا خلينا نقول انه احيانا يكون نادر الحدوث انه انك تعمل مقارنه في حادثه واحده، لكن خلونا نتكلم على قضيه ايش اللي صار في السوق الامريكي وناخذه احنا كمؤشر على قضيه ماذا يعتقد الناس عن اداء شركه فاير اي وشركه سولار ويند. اللي صار طبعا لو نجي الى قضيه الافصاح اللي صار في بدايه من فاير اي وقالت انها اخترقت، كانت في تاريخ 8 ديسمبر. طبعا احنا هذا الخط كامل يتكلم عن قضية ديسمبر. في 8 ديسمبر اعلنت الشركة عن الاختراق. طبعا نزل تقريبا سعر السهم عندها ما يقارب من 15 الى حدود منطقة 11، يعني كان فما يقارب اقل من 30% هبوط. الشركة طبعا بعدين اعلنت انه شاركت المؤشرات اللي كانت عندها وشاركت الـ كل المعلومات اللي لديها حول الحادثة، بل أفصحت في تاريخ 11 أنه كان أنه تم اختراقها عن طريق شركة سولار ويند. شوفوا معي هنا في تاريخ 11 ناخذ الآن المقارنة بسهم أو بسعر سهم سولار ويند. طبعا ارتفاع يعني وجود سولار ويند فوق فاير اي ما له علاقه، فقط ان احنا دمجنا الرسمتين على اساس نقدر نقارن. كانت تتداول تقريبا في حدود ال 23 22 في المنطقه هذه. بعدها الشركه صار لها هبوط عنيف. اوكي. ونزلت الى ان تتداول تقريبا في بحر ال 15 او شيء زي كذا. في المقابل الملفت للنظر اللي يحتاج كل منا يعرفه انه شوف ايش صار في فاير اي. فاير اي شركه مخترقه اوكي، لكن السهم حقها طلع كان في ال 15 ونزل تقريبا لل 11. شوفوا معي لوين وصل الان، هو يتداول تقريبا في حدود ال 23. السوق والمستثمرين جالس يقول انه فاير اي على الرغم انها اخترقت اوكي فانها ادت عمل جيد جدا في قضيه مشاركه المعلومات، وفي قضية أنها كانت يعني جهات كثيرة مخترقة من تاريخ مارش 2020، فاير آي كان هو أفضل واحد في قضية اكتشافه. أوكي؟ وبالتالي ال 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 الرسالة اللي نبغى نوصلها في الموضوع هذا أنه أحياناً فيه هجمات معينة، أو إذا كان الأتاكر يعني مدعوم من دولة أو ستيت سبونسرد، من الصعب جداً أنك تحمي منه. أوكي؟ هذه حقيقة وكلنا نعرفها. لكن إذا كان لديك يعني مراقبة وديتكشن جيد، وكان عندك كرايسيس مانجمنت وانسيدنت ريسبونس جيد، الناس سيقدرون ذلك وسيعتقدون أنك فعلا جالس تؤدي عملك كمختص في أمن المعلومات، وأنك تتعامل بأفضل وسائل المتاحة فيما يتعلق بهذه الهجمة. في المقابل يعني تكلمنا احنا عن فاير اي وذي دن جود جوب، يعني عملوا شغل جيد. في المقابل السولار ويند ما تتخيلون، يعني اللي فقط من خلال بحثي كذا رصدت انه فيها مكتبين قانونيه اعلنوا انه اي متضرر من سولار ويند يتواصل معنا وسنتولى رفع قضيه عليه في المحكمه لتعويضه عن الخسائر اللي نتجت عن قضية إما أنه مستثمر في سولار ويند وانضر من قضية أنه الشركة ما أدت عملها بشكل جيد، أو أنه متضرر كعميل من اختراق سولار ويند، وبالتالي راح يرجع على الشركة
في مقابل المنتج اللي استخدمه في الشبكة، وكان التحديث حقه فيه ملف ملغوم. أرجع أكد على شيء أقول أحيانا، يعني النقطة اللي ذكرتها يمكن مرتين وهذه الثالثة، يجب أن تختبر خططك للتصدي للحوادث وتتأكد أنها تعمل، ولا تأخذها على أنها خطة تقنية فقط مختصة بها أمن معلومات أو تقنية المعلومات. إنما يجب أن يكون كل أصحاب المصلحة المعنيين في الشركة، سواء كانوا الجهة القانونية، سواء كانوا العلاقات العامة في الشركة، سواء كان الرئيس التنفيذي، مجلس الإدارة، سواء كان المختصين في الشبكة، جميع الأطراف يجب أن تأتي قبل الحادثة، أوكي؟ وتأتي على طاولة واحد، وتتراجع الإجراءات التي يجب عملها في حال حصول حادث، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وطرق التخاطب والتواصل مع الإعلام والتواصل مع الأطراف الخارجية والتواصل مع الأطراف الداخلية. يعني أذكر بعض الخطط اللي طلعت عليها، كان آخر من يدري هم الموظفين، وكان سلوك الموظفين في الحادثة هذه أنه يعني إذا شاهد مثلا شاشته يعني عليها مثلا رانزم وير أو شيء زي كذا، كان للأسف يصورها وينشرها في شبكات التواصل. والشركة كانت تنفي حدوث حادثة اختراق، بينما موظفيها هم من ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي أن الشركة لديها اختراق. ما أقوله، اعمل على أن يكون لديك خطة لتصدي الحادث. فيما يتعلق بقضية التوصيات العامة فيما يتعلق بمثل هذه الهجمة وغيرها، حقيقة أن يعني علينا نتجاوز قضية أن نثق بالشركة لمجرد أن اسمها أنها اسم كبير. وأتوقع أنه يعني زي ما كانت أحداث 11 سبتمبر وما حصل لبرج التجارة في ذاك الوقت، ولدت تغيير كبير فيما يتعلق باستمرارية الأعمال. ومن بعدها طلعت كثير من يعني من البوليسي والستاندر فيما يتعلق بالبزنس كونتينيوتي. فمتوقع أنه الحادثة هذه تغير كثير من التعامل مع سلاسل الإمدادات والأطراف الثالثة في الشركات. يعني حادثة لما تصيب مثل ما صار في سولار ويند والسبلاي تشين، تقريبا يعني كل الجهات في العالم تكون متأثرة بطريقة أو آخر. إذا لم تكن أنت تستخدم منتجات سولار ويند اللي لديها 300 ألف مستخدم وعميل، أنت بالتأكيد مستخدم لمايكروسوفت أو سيسكو أو في إم وير أو غيرهم من الشركات. فبالتالي قد لا تكون أنت مصاب بالدرجة الأولى، لكن قد يكون أحد الموردين أو أحد سلاسل الإمدادات لديك مصاب. ما يمكن قوله في هذا المجال أنه عليك أن تتأكد أول شيء من أنه الميجر سبلاير أو سلسلة الإمدادات الرئيسية عندك غير متأثرة بسلاير ويند، ولا يمنع أنك ترسل لهم إيميل رسمي تطلب منهم أن يفصح إذا كانوا متأثرين بالحادثة هذه أو لا. هنا فيما يتعلق بالحادثة هذه، لكن التعامل مع الأطراف الثالثة والسبلاي تشين، المفترض انه يخضع بالحد الادنى لمثلا ما لدينا من معايير من هيئه الامن السبراني في الاي سي سي في القسم 4.1، اللي يتحدث على انه يجب ان يكون لديك كحد ادنى ان دي اي، اتفاقيه عدم افصاح، وانه تكون بينك وبين المورد او سلسله الامدادات اجراءات واضحه لقضيه الابلاغ في حال أصيب، ومتطلبات أخرى فيما يتعلق بالسبلاي تشين. أيضا يعني ليست هذه حكر على قضية تعليمات الهيئة، إنما لو رجعت إلى الستاندرد الايزو 27001 في الأنكس اي 15، برضو كان يتكلم على قضية التعامل مع الأطراف الثالثة، ويوضح على أنه يجب أن يكون هناك وضوح وتحديد لهم ودراسة لمخاطرهم. فهذا أتوقع أن يجب أن يفعل إن كنت تعملون فيه فيجب أن يزداد، وإن كنت تغفله فالحادثة هذه لا تترك عذر لأحد في المجال هذا. أيضا فيما يتعلق بالسبلاي تشين فيندر سيكيورتي براكتس، يجب أن يدخل الآن في قضية إجراءات العمل المعتادة. يعني الآن كل الجهات سواء يعني الحكومية أو القطاع الخاص، خاصة المتوسطة والكبيرة، عندهم نموذج للتسجيل لسلاسل الإمدادات أو الفيندر الموجودين عندهم. يجب أن تخضع لسياسة معينة، يسألك عن السجل التجاري، يسألك عن السعودة، يسألك عن أمور مالية. ما يعني الآن وقت إنه تطرح التساؤلات عن قضية السايبر سيكوريتي في هذا الفندر.
اوكي، وتصبح جزء من الاجراءات المعتاده، بل ان تتجاوزها الى قضيه تقييم مخاطر لهم، بل تتجاوزها الى قضيه يعني تصل الى مرحله الاوديت تعتمد على قضيه اهميه هذا الفندر بالنسبه للشركه. حاولنا نجمع بعض الأسئلة المتعلقة بالسبلاي تشين اتاكس اللي المفروض ويجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار من الآن وصاعدا، ونأخذ الموضوع بشكل جدي أكبر مع الفيندرز اللي نتعامل معهم ونشتغل معهم. السؤال الأول اللي هو يتعلق بالفيندرز برودكتس. طبيعي الفيندرز عندهم برودكتس، زي سولار ويند عنده أكثر من برودكت. هل البرودكتس هذه تخضع لسكيورتي اسسمنت من ثيرد بارتي أو اندبندنت انتيتيز؟ لو الشيء هذا حاصل في سولار ويند كيس، انا اعتقد بشكل قوي جدا الاختراق هذا ممكن يكتشف، او على الاقل تقلل احتماليه التاثير حقه. سؤال اخر لازم ناخذ بعين الاعتبار اللي هو مو فقط موضوع الفيندور اللي انا اتعامل معه، برضو الفيندور اللي انا اتعامل معه عنده سبلاير، عنده سبلاي تشين. هل الفندر يهتم بالسكيورتي براكتسز مع السبلاي تشين والسبلايرز اللي يشتغل معاهم؟ هل معطيها الاهتمام؟ وش انواع الاهتمام والبراكتسز اللي يعملوها؟ السؤال الثالث، في حاله حدوث لا قدر الله انسيدنت عند الفندر او انسيدنت عند السبلايرز اللي يشتغلوا مع الفندر، ايش الطريقه اللي يتعامل فيها في النوتيفيكيشن مع الكاستمرز؟ هذا لو يبلغ الكاستمر بالانسيدنت اذا صار عنده اختراق، كيف يبلغ، متى يبلغ، وهذا الشيء هذا مثبت انه عنده كوابريشن وعنده ديسكلوجر للانفورميشن هذه ويهتم بالسكيورتي للكاستمرز او لا؟ هذه اهم ثلاث اسئله وفيها مراجع اخرى. حبينا نشكركم والله، يعطيكم الف عافيه على وقتكم، ونتمنى ان كانت المعلومات مفيده. نشكر مجموعه حمايه على دعوتها واستضافتها وترتيب هذا اللقاء. عدد من الريسورسز اللي استعنا فيهم واستخدمناهم في إعداد هذا المحتوى موجودة أمامكم للاطلاع والاستزادة للمهتمين. طيب، احنا راح نفتح المجال للأسئلة، لكن يمكن اللي بغيت أشير له هنا في قضية إنه فيه من نست طبعا بيست براكتس موجودة على قضية الثيرد بارتي، ايضا فيه دوكمنت من شركات اخرى، هواوي لديها مثلا 100 ريكويرمنت تقدر تسالها على الفندر، موجود ومتاح هذه الوايت بيبر تقدر تستخدمه. ونرجع نؤكد على قضيه ما ذكرته، يعني التعليمات حقت الهيئه الوطنيه للامن السبراني والتعليمات الصادره حتى من غيرها، سواء ساما او هيئه الاتصالات السعوديه، فيما يتعلق بقضيه أمن سلاسل الإمدادات والأطراف الثالثة. إحنا إذا كان في أسئلة ممكن ناخذها الآن، أو إذا حبيت ممكن تاخذ كابتشر على السكرين هذه إذا كانت بترجع للمصادر نفسها. طيب، بعض الأسئلة اللي وردت، بدر في سؤال يطرح نفسه يقول هل الاختراق يؤثر على سمعة الشركات المتعاملة مع شركة سولار ويند؟ هل الاختراق يؤثر على سمعة الشركات المتعاملة مع سولار ويند؟ نعم، يعني الشركات المتعاملة مع سولار ويند يعتبرون فيكتيمز، فما في تأثير مباشر، لكن يعتبر تأثير غير مباشر لو الأتاك فعلا نجح وكان في تأثير بالذات على الكاستمر أو معلومات الكاستمر. هذه من وجهة نظري. طيب، في سؤال برضو آخر يقول بعض الجهات يكون الأمن السبراني إدارة جديدة يتم تأسيسها، وبالتالي تفتقر للموارد البشرية والتقنية. في مثل هذه الحالة، ما هي أهم الموارد التقنية وغيرها لمراقبة واكتشاف الهجمات، وهل استخدام الأدوات مفتوحة المصدر حل جيد مثل الأوبن سورس سيم وثريت انتليجنس؟ طيب، تفضل. أنا بالنسبة لي دائما أحدد عدد معين من التقنيات. الجهات اللي في المرحلة هذه أعتقد لو يملكوا التقنية الأولى، أنت لازم تركز على الإيميل سيكيورتي. الإيميل سيكيورتي من ناحية سبام أو من ناحية ساند بوكسينج.
التقنية الثانية تحتاج انتي فايروس، والانتي فايروس اتس سمثينج سمبل وبيزك، كل الانفايرمنت زي هافت. لكن نقطة جدا مهمة، هل انت عندك ديبلويمنت على جميع الأنظمة اللي موجودة في الشركة ولا لا؟ هل الابديت يؤخذ بشكل مستمر؟ هل تطلع على الاليرت والنوتيفيكيشن اللي تجي من الأجهزة؟ التقنية الثالثة اللي هي الاي دي ار تكنولوجي. الاي دي ار اثبتت بشكل قوي جدا انها تعطي فيزيبيليتي وتعطي ديتكشن كابابيليتي ما كانت موجوده سابقا ابدا عند كل الجهات. وهذه من التقنيات اللي ساعدت، اعتقاد الشخصي ساعدت بشكل كبير في تقليل الدويل تايم في الانسيدنتس من ناحيه جلوبال ولا اندستري ولا ريجن وايز. التقنيه الرابعه اللي هو الالتزام، او تقنيه وبراكتس برضو، التزام بتطبيق الفرنبلتي باتشنج. ولما نتكلم على الجول فولنبلتي باتشنج، اتس فيري امبورتنت ان كل الجهات بلا استثناء يصير عندهم سترونج فولنبلتي مانجمنت او باتشنج فريم ورك تو بي امبلمنتد وبشكل سيريس وبشكل جدي وسريع. معظم الاتاكس، واعتقد انه اخر احصائيه وصلت من هيئه الامن السيبراني يمكن قبل 6 اشهر، ذكروا فيها انه في ارتفاع كبير جدا في الاختراقات اللي صايره، وبالتحديد في الريجن، في السعوديه عندنا يمكن بنسبه 45 او 50% الاتاك ينجح فقط بحكم انه وجود موجود في فلنبرتي، بس الجهه ما درت عن الفلنبرتي او ما سوت لها باتش بشكل سريع. التقنيه الاخيره اللي هو دي ان اس بروتكشن تكنولوجيز، انا اعتقد انها راح تضيف راح توقف اتاكس كثيره جدا في مراحل مبتدئه. وجود السم it's something good to have، لكن بالنسبة لي أعتقد الـ EDR راح يعطي capability أكبر. السم they will it will complement the EDR visibility، لكن it will never replace it. إضافة طيب. إن complex to manage. أنا راح أضيف شيء بدر إذا سمحت لي على الموضوع هذا. يعني بحكم إنه طلعت على التجارة سواء في السعودية أو في أماكن أخرى، احنا عندنا ميل صراحة إلى قضية التركيز على التقنيات في مقابل يعني قضية الإجراءات أو قضية الميثودولوجي. فيه بالنسبة للساز 20 كنترولز على سبيل المثال، يمكن حتى تكون قبل متطلبات الهيئة، هذه ممكن تبدأ فيها حتى لو كنت منشأة جديدة. وهم نشروا طبعا على قضيه بعض التولز اللي ممكن تستخدم في تطبيق ال 20 كنترولز. طبعا هم غيروا اسمها شوي، لكن ستيل في سيرش باي سانس 20 كنترولز تلقاها. احنا في اطلاعنا مثلا على تجارب في دول اخرى، احيانا قد ما يكون عندهم القوه الشرائيه اللي موجوده مثلا في المنطقه عندنا، وبالتالي تجد انهم اخذوا اوبن سورس وجعلوا يعني من ناحيه كونفيجريشن ومن ناحيه فيزيبيليتي ومن ناحيه كذا، انه اجده احيانا افضل من كثير من المنتجات المكلفه اللي تشترى من افراد عندنا في المنطقه ولا تستخدم كل الخصائص اللي فيها. فاللي اقوله يعني كل جهه قد يكون لديها نضج معين، قد يكون لها موارد، وكل الناس لديها موارد محدوده، لكن عليك ان تبدا بالستانس وين كنترولز، وهم حاطين لكل كنترول فيها ما هي الادوات اللي يمكن تستخدمها، وبالتالي هذه ممكن تكون كمرجع. طيب بدر عندك اضافه على هذه وانتقل للسؤال اللي بعده؟ ممتاز، الله يعطيك العافيه. طيب في سؤال برضو ورد عن قضيه كيف يمكن لاداره المراجعه الداخليه المساهمه في مراجعه الضوابط الرقابيه بشكل مستقل على الادارات الماليه. إذا أنا فهمت السؤال بشكل صحيح، يقصد أنه فيه إدارة المراجعة الداخلية تبغى تتأكد أنه إدارة الأمن الإلكتروني أو تقنية المعلومات وكذا يقومون باتباع الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بأمن المنشأة نفسها. طبعا هذا جدا مهم، أوكي، وأفضل الممارسات في هذا المجال هو أن يكون لدى الإدارة المراجعة الداخلية مختصين في أمن المعلومات، اوكي، بحيث انهم يستطيعون التدقيق على العاملين في اداره امن المعلومات الداخليه. اذا هذا كان من الصعب او فننتقل للمرحله الاقل من هذا. غالبا بعض الجهات يكون عندها شخص مختص بتقنيه المعلومات
يعمل في إدارة المراجع الداخلية، وممكن يغطي المنطقتين اللي هي تقنية المعلومات والأمن الإلكتروني أو أمن المعلومات. فبحكم أنه يستطيع قراءة الوثائق والتأكد منها، يستطيع أن يقوم بدوره في مراقبة عمل والتأكد من قضية الالتزام بالضوابط فيما يختص بالأمن الإلكتروني. إذا قلنا أن المرحلة هذه برضو غير موجودة، أوكي، فإذا كانت الجهة هذه تخضع إما جهة حكومية أو جهة سيادية في المملكة أو جهة حساسة كقطاع خاص، ففي الغالب أن هذه الجهات ملزمة بالالتزام بالتعليمات الحكومية، ويتم التدقيق عليها والرقابة عن طريق تلك الجهات، فيمكن الاطلاع على تلك التقارير. فلو فرضنا أنه مثلا بحكم أنه عملي في قطاع الاتصالات، شركات الاتصالات جميعها يحصل عليها التدقيق، إذا تكلم عن البنوك جميع البنوك يحصل عليها التدقيق حتى وإن كان قطاع خاص، فيمكن الاعتماد على تقارير هذه التدقيق. إذا هذا برضو ما هو موجود، يفضل يعني أن يتم مراجعتها عن طريق ممكن أطراف ثالثة تقوم بالتدقيق على هذا، وهذه من فترة لفترة لأنه قد يكون مكلف يعني إلى حد ما، لكن يعني هي من أفضل الممارسات أن لا يوكل العمل إلى جهة واحدة تكون مسؤولة عن حماية الشركة، وبالتالي يعني ما يحصل تدقيق على قضية الأعمال اللي تقوم بها. في الغالب أن الناس يعني مؤتمنين في هذا، لكن طبيعة النفس البشرية في قضية أنه أحيانا قد تجمل عملها وقد تظهر بشكل أجمل، وهذا في النهاية قد يضر الشركة. يعني كما احنا نتحدث عن قضية سولار ويند، أكيد أنه سولار ويند عندهم مختصين في أمن المعلومات ما نجحوا في اكتشاف الموضوع هذا، ومتأكدين أنه في إجراءات لم يقوموا باتخاذها بشكل مناسب، وإلا ما كان الأتاكر يعني أو المهاجم أخذ سنة أو أكثر من ذلك أو أقل في قضية بقائه في الشبكة دون اكتشاف له. طيب، هذه يمكن أبرز الأسئلة اللي وردت. أنا حاليا ما أشوف غيرهم الأسئلة، إذا كان يعني بدر عندك شيء أو ممكن نختم. الله يعطيكم العافية جميعا، وما قصرتم، كل الشكر للحماية ولحضوركم وقتكم. طيب، الشاكر لكم جميعا لحضوركم، ونتمنى إن شاء الله يكون فيها فائدة، وشاكرين أيضا لحماية الاستضافة وإثراء المحتوى العربي في مجال الأمن المعلومات. يعطيكم العافية جميعا، وشكر لكم.